أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين من برنامج كونسلت تيلي ميديسن في حلقة جديدة ومعلومات جديدة، وفي انتظار كل المكالمات أسئلة واستفسارات والرد عليها مباشرة من السيد الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدد الصماء كلية الطب جامعة عين شمس. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا، كل عام وانت طيب أستاذ أسامة. بداية تسمح لي بأن أنا أهنيك وأهني الأمة كلها وكل العاملين بالقناة بالشهر الكريم. الله يبارك، كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب، كل عام وانت بخير. وأنا عارف أن حضرتك بقلبك اللي طيب بنحاول ناخد أكتر كم من المكالمات. نعم. وطبعا بالتوجيهات حضرتك ما بيني وما بينك وما بين الكنترول إن شاء الله نقدر نحاول ننجز كل الأسامي. وياريت السادة المشاهدين برضو أو المتصل ياريت يبقى ورقة وقلم، لو مثلا أم بتتكلم عن ابنها أو حد بيتكلم عن حاجة يستفسر يساعدوا الدكتور، عشان الدكتور بقدر الإمكان يقدر يوصل لإيه لنتيجة مع الإيه مع المتصل، يعني السن الوزن الصايم الفاطر كل صحيح. الإمكانيات دي عشان ننجز، عشان تساعدوا المتصل اللي بعدكم يقدر يوصل للدكتور، لان كم المكالمات ما بنقدرش نرد عليها كلها. طبعا، ولا سيما ان يعني لما بتبقى زحمه شويه فانا بحب ادي المعلومه كافيه. تمام، يعني على اساس بس. واحنا النهارده في الحلقه بتاعتنا يا دكتور، نعم، ما زال الحوار مستمر بين العلاقه بين مريض السكر والصيام والتغيرات سواء في الاكل وفي الشرب في الدواء في الحقن بتاع الانسولين او الامراض اللي حوالين مريض السكر برضه. نعم، اللي ليها علاقه يعني. يعني هو الشائع دايما ان الناس بتيجي قبل رمضان وبتحاول ان هي بتروح للدكاتره بتوعهم او بتستشير الاطباء على اساس ان هيتغير نمط الاكل كما وكيفا في رمضان. ناخد اتصال يا دكتور. اتفضل. السلام عليكم استاذ صلاح. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ازاي حال سعادتك؟ الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. اتفضل يا استاذ صلاح. عايز اقول للدكتور ان انا عندي سكر من فتره كبيره. الطول 165 والوزن 70. باخد ديماكرون وكوبال و يلانس ميت. وفي اليومين دول بقى انا بقى لي فتره بصراحه من قبل موضوع الكورونا ده ما بعملش ولا تحاليل ولا بروح للدكتور ولا اي حاجه، حصل تشققات في رجلي جامده. نعم. فانا بقول سببها السكر، هل ده صح ولا مش صح؟ يعني انت دلوقتي ما عندكش جهاز في البيت من ارخص الاجهزه وبس تعمل مثلا كل 3 4 ايام كده شكه وتعرف السكر كام؟ هو انا بعمل، بس النظر ان خروج اليومين دول بقى محدود، فحتى لو تروح اي صيدليه اعمل حاجه عشوائيه. ده حضرتك الجهاز بيبقى عندك بتعمل كل يومين ثلاثة بس نعرف السكر رايح فين وجاي منين يعني. هو السكر اخر مره كان 160 و200. طيب ما هو ده عالي برضو. انت حضرتك دلوقتي بتاخد ديماكرون 60 ام ار حبايه قبل الفطار. ايوه. وبتاخد جلوكوفاش كام حبايه؟ حبايه برضه. الغدا ولا العشاء ولا الفطار؟ الغدا. طيب وفي دواء ثالث انت قلت اسمه ايه؟ اللي هو جيلانس ميت. ايه؟ هو يعني الانجليزي عندي بعافيه جي اي ال في يو اس. طيب عرفت، خلاص عرفته. كم حبايه؟ حبايه برضه واحده. لا ده ممكن تخليه بعد الغدا يوميا. لا ده تخليه اثنين في اليوم، ولما رمضان يجي حضرتك هتاخد الديماكرون قبل الفطار وواحده جانوميت اللي انت بتقول عليها ولا الثانيه ميت ده مش عايز اقول اسمها برضو. وكوبال، في كوبال عندي. ايوه عارف والله. يعني هتزود واحده من النوع الثالث وان شاء الله. بالنسبه لرجليك اللي هي فيها تشققات، في مرهم اسمه كيناكوم رخيص خالص، تجيبه من الصيدليه وتدهن مرتين، مره الصبح مره بالليل، وكلمنا الاسبوع الجاي ان شاء الله لو لسه موجود. تمام، شكرا يا استاذ صلاح. ناخد المتصل الاستاذ عزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي الصحه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي يا استاذ حسام. بشكرك جدا جدا على البرنامج ويا رب استمراريه ان شاء الله. ممكن الدكتور سامعك ان شاء الله.
انا بشكرك يا دكتور وبشكر الجيش الابيض كله ممرضين ودكاترة، وليك شكر خاص لحضرتك. ربنا يبارك فيك. وربنا يبارك فيكوا يا رب. الله يبارك فيك. انا وزني 65 وطولي 160 وعندي سكر من نوع تاني، سني 55. انا باخد ديماكروم على الريق وميلجا الصبح وبالليل، وباخد برضو الانسولين. بس انا دكتور دلوقتي في وجع في بطن رجلي شديد قوي، وفي الرجل كلها، فمش عارفه ايه يعني يروح ازاي الوجع، ما نمتش امبارح منه. طيب السكر الصايم كام؟ السكر الصايم ثواني حاضر هقول لك بالتقريب 180، واللي بعد الاكل بساعتين 230 الفطر. طيب الانسولين بتاخديه قد ايه؟ الايه؟ الانسولين قد ايه بتاخديه؟ باخده مره 30. اسمه ايه؟ انا مش عارفه اسمه. طيب بص حضرتك هتخليه مرتين، مره 30 ومره 15. اه امتى بقى، على الفطار ولا ايه؟ اه ممكن ناخد الانسولين ده على الفطار وال15 قبل الغداء، لحد ما يجي رمضان ان شاء الله تخلي ال15 قبل السحور. وهناخد حاجه للرجلين، حاجه اسمها تجريتول، على فكره حلقه بتتحط على اليوتيوب عشان لو ما عرفتيش تكتبي دلوقتي. تجريتول 200 مللي جرام حبايه قبل النوم، من قبل النوم ان شاء الله الالم اللي بتاع الرجلين هيروح وتتخش ان شاء الله. تمام، شكرا يا استاذ عزه. ناخد الاتصال الثاني، الاستاذه فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور، انا عندي سكر النوع الثاني وباخد له برشام جلوكوفاج 500. نعم. فحصل معايا حمل وكده، فرحت للدكتور قال ان جلوكوفاج امن في الحمل، بس انا مش مطمنه يعني. الجلوكوفاج ما آمن في الحمل فعلا، بس انت سكرك بيطلع كام بعد ما خدت الجلوكوفاج مع الحمل؟ انا دلوقتي ان شاء الله بكره هحلل، هو طلب مني تحاليل قال لي هنشوف التحاليل، يعني طلب مني تحليل صايم وتحليل عشوائي باذن الله. طيب المهم يبقى سكرك مظبوط خلال فتره الحمل كلها. يعني لو مظبوط عادي الجلوكوفاج آمن، ما فيش مشاكل، كملي عليه ان شاء الله. ماشي، شكرا يا دكتور وكل عام وانتم بخير. طيب وانت بالصحه والسلامه. شكرا شكرا استاذ طيب. ناخد الأستاذة آية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضلي اتفضلي يا أستاذة آية، الدكتور سامعك. لو سمحت يا دكتور، أنا عايزة أسأل حضرتك. أنا برضع إيدي شهرين وعلى طول عندي دوخة وجسمي بيصير كده أعصابي وتعبانة خالص. طيب يعني انت بس عشان الدوخه انت بترضعي بقالك شهرين؟ الو، هل سامعاني يا استاذه ايه؟ انت حضرتك بترضعي بقالك قد ايه؟ اه بقالك قد ايه؟ بقالي شهرين. شهرين. طيب انت بس حضرتك روحي لاي حد من الدكاتره، او انت بقى ما تروحيش، قيسينا الضغط واعملي لنا صورة دم اللي يكون عندك بعد الولادة ولا حاجة نقص حديد وأنيميا، فده يديك همدان وانك انت بتقدريش تقومي بالواجبات بتاعتك كويس. يعني صورة دم بسيطة خالص وحضرتك وتقسلنا الضغط بتاعك لو سمحت. ماشي، شكرا شكرا استاذ ايه. ناخد الاستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا بتعيد، انا الشيخ حسين تعرق الشرعية. الو، الخط قطع. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد اتفضل، الدكتور سامعك اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. والله انت منور الشاشه يا دكتور، والله ربنا يبارك لنا في حضرتك. ربنا يبارك فيك يا عم احمد، ربنا يخليك، اهلا وسهلا. يا دكتور عندي انا مستأصل من الغده كامله، واليومين دول بقالي 3 اسابيع عندي نغزه ناحيه الشمال بتعمل لي هبوط في جسمي كله كتير. انت شايل الغده الدرقيه؟ اه مستأصل الغده الدرقيه وباخد علاج لها. جميل، والنغزه فين الحته بقى؟ 150. اه 150. موافق. النغزه في اليمين ولا في صدرك ولا في بطنك؟ لا، النغزه فوق عند صدري الشمال. اه من الناحيه دي كده. اه النغزه دي بتزيد لما بتاخد نفسك؟ النغزه دي جت لي من ساعه موضوع كورونا ده، تعبت قوي اليومين اللي فات، بقى لي 4 اسابيع دلوقتي. طيب اما بتاخد وقعت من الشغل، انا عندي 58 سنه. طيب اما بتاخد نفس كده النغزه تزيد؟ لا،
هي بتجيلي اما ببذل اي جهد، حتى لو جيت اصلي او جيت اتوضا او اني جيت لحد من الشقه دي للشقه دي عند الاولاد. طيب هتعمل لنا رسم قلب واخد بال حضرتك، ولو احتاجنا نعمل رسم قلب بالمجهود لو سمحت. تمام، شكرا يا استاذ احمد. الف سلام عليك. الف سلام عليك. ناخد الاستاذه ايه. السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. هي ايه؟ اه اتفضلي اتفضلي يا استاذه ايه. هو حضرتك اتصلتي قبل كده صح؟ اه رجعت انا. اعلي صوتك بس شويه وبعيد عن التلفزيون يا استاذه ايه. ماشي. لو سمحت يا دكتور، انا على طول عندي يا دكتور لو سمحت، انا على طول ضغطي بيبقى منخفض على طول يا دكتور. ايوه، ما هو ده السبب بقى، ما قلت لك قيس الضغط كان ده السبب. الضغط هو ده. اه ده سبب إيه؟ الهمدان. كل ما قيس الضغط بيبقى منخفض بس مش باخد له اي علاج. اه بيبقى كام الضغط بتاعك؟ بيبقى 100 وبيبقى 80 و90. 80 على 90 ولا كام؟ ايه دكتور؟ الضغط بيبقى كام؟ بيبقى 80 على 120. عشان الالم هو الفكره. نعم؟ 80 على 120. طب ما 80 على 120 على 80 ما كويس، مين قال لك انه واطي؟ يا آية. وعلى طول، طب يا دكتور انا على طول بيجي لي زي ما اكون قلبي بيدوب جامد، او حاسه ان زي ما اكون بكح، زي ما اكون انسداد. انا مش عارف اسمعك، اطلبينا تاني. استاذ آية عاود الاتصال تاني. ناخد معانا الاستاذ حسين. سلام عليكم. سلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. والله يا دكتور انا عندي سكر من 10 سنين، عندي بس رجليا يا دكتور في حي فيها برد بشعر ببرد في رجليا، بروده في رجليا تحت المروحه تحت التكييف. بتشعر بايه؟ بالراحه بالراحه حضرتك يا استاذ احمد. بتشعر بالم في رجليك ولا ببرد في رجليك؟ لا برد برد يا دكتور، لو قعدت تحت المروحه بحس رجلي بتوجعني. لا بالراحه تاني. سيادتك بقالك سكر 10 سنين صح؟ صح كده يا دكتور. في بروده في رجليك الاثنين؟ لا لما اجي اقعد تحت المروحه او تحت التكييف بحس بالم فيهم. اه لكن مفيش مروحه مفيش تكييف مفيش الم عادي. اه عادي. بتاخد علاج ايه للسكر؟ باخد دكتور ديميكرون 4. طيب السكر مظبوط الصايم وبعد الاكل بساعتين؟ لا بعد الاكل بيبقى يا دكتور 220 230 زي كده. 220 230. اه طب الديماكرون كام حبايه تاخدها في اليوم؟ واحده بس يا دكتور. 30 ولا 60؟ لا 60 يا دكتور. وزنك كم كيلو؟ 100. طيب يبقى هنزود جلوكوفاج حبايه 1000 قبل الغداء وقبل العشاء. سكرك هيتظبط ودي هتخلي الدم يوصل لرجلك ان شاء الله كويس. الف سلام عليك. تمام شكرا يا استاذ حسين. ناخد الاستاذ اسماعيل. سلام عليكم. سلام عليكم يا استاذ اسماعيل. طيب عاود الاتصال تاني. فاحنا بنقول السكر في رمضان تظبيطه بيبقى شويه مش اصعب ولا حاجه. القاعده العامه ان الناس كلها بتصوم سواء طيب. نوع اول او نوع تاني. النوع الاول والنوع التاني اللي بيحدد الصيام في النوع الاول بالذات، الاول هو بتاع الاطفال والناس الصغيرين وكده. افرض طفل صغير وزنه اقل من الطبيعي وسكره عالي، ده ما ينفعش يصوم. لكن لو كان وزنه اكبر من الطبيعي او طبيعي وسكره معقول يقدر يصوم، مفيش طبيعي. مشكله، لان في الحاله دي هو تقريبا شبه طبيعي. لو كان هو يعني كل ما يبقى وزنه كبير نقول له ما تاكلش، ده يعني اللي بيحدد صيام النوع الاول اللي هو بيجي للاطفال. الاطفال ممكن يعيش معاه طبعا، يعني مثلا 20 سنه و30 سنه و40 سنه مش مهمه، لكن هو في الحاله دي نقدر نصومه، لان هو في الطبيعي ادام وزنه زياده هنقول له ما تاكلش كتير. تمام. يبقى فترة الصيام مهمة جدا عشان يخس، لان في قاعدة يمكن بيجهلها الكثيرين حتى من الزملاء والكلام ده، ان عملية ضبط السكر بيبقى فيها شقين، وزن الجسم ومعدلات السكر في الدم. يعني لو واحد مريض عنده سكر سواء نوع اول او نوع تاني ووزنه اقل من الطبيعي، يبقى احنا في الحالة دي هنشجعه انه ياكل، نشجعه انه ياكل. يعني نقول لمريض السكر في الحاله دي انت كل. بتاكل خليك بتاكل. طب سكره العالي نعمل ايه؟ واخد بال حضرتك؟ نديله علاج على السكر العالي.
تمام، ناخد اتصال يا دكتور. استاذ هاني السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ هاني، الدكتور سمع. ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله والله يا دكتور انا عندي والدتي سكرها عالي خالص ما بينزلش. بيوصل كام يا فندم؟ بوصل صايم 246 صايم و280 فاطر 283 فاطر. سنها كم سنه؟ السن عندها حوالي 65 سنه. وزنها قد ايه؟ تقريبا يعني تقريبا بتاخد 70. لا الوزن 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 رفيعه ولا تخينه؟ الوزن حوالي 100 يعني مليانه. طيب انت كده بتاخد انسولين صح؟ ايوه بتاخد انسولين. احنا لو زودنا جرعات الانسولين تاني هتتخن اكتر من كده وسكرها مش هينزل، لان قبل الانسولين اللي بيفتح النفس وبيخلي المريض ياكل وبيزود الوزن، يعني كل سنه ممكن تحط 5 كيلو او 10 كمان. فاحنا لازم نستعيد ندي ادويه تانيه الى جانب الانسولين، حبوب. فهي حضرتك نعم ندي ايه يا دكتور؟ ندي دواء رخيص جدا اسمه سيدوفاج 1000 حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء. هيبان تاثيره بعد اسبوعين ثلاثه ان شاء الله، بس ما نزودش الانسولين اكتر من كده. الف سلامه. شكرا شكرا على الاتصال. ناخد الاستاذ محمد. السلام عليكم. الو استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل الدكتور سامعك. الو ايوه فندم. سامعك سامعك يا استاذ محمد، اتفضل اتكلم. ايوه يا دكتور لو سمحت كده، انا عندي سكر من 15 سنه. الف سلامه. وباخد جرفل. طيب. بس الزلال كتف في رجلي. الان في رجلي. زلال. يعني في ورم في رجليك؟ في ورم في رجلي الاثنين. الاثنين ايوه. سن حضرتك كم سنه يا فندم؟ 63. 63. وزنك قد ايه يا فندم؟ نعم. الوزن الوزن. الوزن 65. رفيع يعني انت حضرتك. ايوه. ايوه طيب انت حللت بول وطلع فيه زلال؟ حللت بول وطلع فيه زلال، وحللت الكرياتينين وطلع 3 مللي. طيب حضرتك في ورم في وشك بيجي؟ نعم. في ورم وشك بيورم وانت قايم من النوم؟ لا. طيب سؤال حضرتك ايه؟ نعم السؤال السؤال عايز يعني عاوز انت متصل ليه سيادتك؟ عشان انا عايز اعرف عشان اجاوب على سؤالك. استاذ محمد بتشتكي من ايه؟ انا بشتكي من الزلال كده في رجلي رجلي وجبه. من الزلال يعني ورم رجليك، لكن السكر ورم رجلي. ايوه ما انت قلت لي الصايم 200، انا فاهم صح ولا غلط؟ نعم. السكر الصايم كام؟ الايه؟ الصايم السكر ما تكتبش من 10 عشان العلامات. الصايم كام؟ التراكمي 2.6 من 10. مفيش تراكمي 2.6 من 10. 6.2 من 10. 6.2 من 10. 6 لا سيبك من التراكمي، الصايم كام وبعد الاكل كام؟ لا ما حللتش فطر وصايم، انا حللت تراكمي. طب العلاج بتاخده حبوب ولا ايه؟ باخد كلفص حبوب. لا 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 مش معاك، انت دام الكلى بدات تتاثر لازم ناخد انسولين افضل، ولا سيما ان انت رفيع. الناس الرفيعين يا جماعه يستحسن ندي انسولين، ولا سيما لو كان في تاثير على الكلى او تاثير على حاجات تانية. فانت حضرتك اعتقد ان احنا ندي جرعه صغيره من الانسولين ووزنك 60 65 يعني انت رفيع يا استاذ اسمه ايه لحضرتك؟ استاذ محمد. يا استاذ يا حاج محمد معايا ولا قفلت؟ معايا؟ ايوه انا معاك. يبقى احنا سيبك من الجلفص والكلام ده ما ينفعكش دلوقتي خالص، بل بالعكس ده يعمل لك هادم للجنس، والعضلات بتاعتك ممكن تبقى ضعيفة جدا، يبقى انت مورم بس على الفاضي. هتاخد انسولين حضرتك، انا اختار لك مثلا ميكس طار، ندي حاجة بسيطة او رخيص، ده رخيص، تاخد 15 وحدة قبل الفطار كل يوم، وبعد اسبوع نحلل ونشوف الوضع ايه، ممكن نظبط لك الزلال برضو ان شاء الله. شكرا سلام. شكرا استاذ محمد. ناخد الاتصال. استاذ صبري السلام عليكم. الله اتفضل يا استاذ صبري. اتفضل يا فندم.
انا يا دكتور انا سني 34 سنه، انا لو نمت اكتر من 8 ساعات انا جنبي الاثنين يوجعوني. اه جنابك من بطنك ولا من ظهرك ولا ايه؟ لا جنابي من تحت يعني من يمين الظهر كده يا دكتور. طيب رحت للدكتور عظام ولا حاجه يشوف العمود الفقري؟ لا لا ولا دكتور، لا ولا دكتور عظام ولا مشتكي من اي حاجه، بس انا جنبي الاثنين من ورا كده يوجعني ونمت اكتر من 8 ساعات. ده بقالك كام قد ايه الفتره دي؟ بقالك قد ايه؟ يعني بقالي حوالي 3 4 سنين كده ولا حاجه، بس انا نومي كله على ظهري يا دكتور. لا ما هو 3 4 سنين حضرتك احنا لازم نعمل اشعاعات معينه ليكون هناك بدايات انزلاق غضروفي ولا حاجه، والقلم بيسمع في الظهر ما بتنام. لكن عموما بص في الوقت الحالي هتجيب حاجه اسمها مثلا اولفن، ده 50 مللي جرام، هتاخد حبايه كل يوم بعد الغداء لمده 10 ايام ومكرروش تاني. لو الالم استمر بعد كده يبقى لازم تروح لحد يكشف عليك او تعمل اشعه وتبلغنا على العمود الفقري والعظم المنطقه اللي فيها دي. الف سلامه. تمام شكرا شكرا استاذ صبري. ناخد الاستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ محمد. السلام عليكم. سلامة الله. انا والله يا دكتور انا زي ما تقول عندي كسور في الشريان التاجي في القلب، وعندي ضغط عالي 160 على 110 باستمرار. فانا تعبان يعني زعلي بدوخ وبجع. ما هو انت رحت للدكاتره ولا ما رحتش؟ رحت لدكتور، رحت عملت اشعه وعملت. استنى بس هنا بالراحة عليا، مش مهم خلاص بقى ما انت شخصت. ليه الضغط عالي كده؟ استاذ محمد يا دكتور انا في مشاكل في الكلى، عندي حصوات على الكلى باستمرار وبرده بتتعبني. طب الكرياتينين طلع كام؟ نعم نسبه الكرياتينين اللي احنا بنعمله كتحليل وظائف كلى طلع كام؟ لا هي الشمال تعبان، انا مش عارف الرقم، بس الكليه الشمال ديت هي اللي تعبانه شويه. الالم بص يا اخ محمد، الالم لا يعني تعب في الكلى كوظيفه، ده الم عضوي، لكن الوظيفة اللي هي بانعكاس سلبي او مضر على اجهزة الجسم. الكرياتينين طلع كام؟ عملت تحليل كرياتينين ولا ما عملتش؟ اللي هو وظيفة الكلى؟ ايوه اللي هو وظيفة الكلى. لا وظيفة الكلى جميلة جدا، بس الله يطمن، جميلة بس الكلى الشمال هي اللي تعبانة شوية. مش مهم، انا ما تفرقش معايا، انا معاك ان انت تعبان من الكلى الشمال، لكن كل الناس اللي عندهم فشل كلى وما فيش الم في الكلى عشان تبقى فاهم. فمعلش الالم ده بيكون التهاب، حصوات، حبه املاح، حاجه من هذا القبيل، ودي كلها حاجات نقدر نتحكم فيها او نصلحها، بينما الفشل الكلوي نادرا ما بيتصلح لوحده. فانا دلوقتي مبسوط قوي ان انت كده. سؤالك بقى دلوقتي هو اللي هو ايه؟ سؤالي دلوقتي ان انا دلوقتي بيحصل عندي رفرفه في الجلد، يعني دقه جلد سريعه. الضغط العالي ده سببه الكلى، لازم ننزل الضغط. افتكرت، معلش انا سرحت منك. الضغط لازم ينزل، مفيش حاجه اسمها ضغط حاجه على 110. ايه ده ليه انت؟ فانت دلوقتي ممكن تاخد، انا مش عايز اوصف لك حاجه، انت بتاخد دواء ضغط ايه؟ قوله لي كده. نعم يا دكتور. دواء الضغط ايه؟ واقفل التلفزيون اللي وراك ده، انت صدعتنا، ما تزعلش مني. دواء الضغط يا دكتور اللي هو والله انا مش عارف اسمه، بس هو كتب لي نوع حبايه عريق وحبايه قبل العشاء. يعني بتاخد حبايه مرتين في اليوم؟ لا يعني قبل العشاء وقبل الفطار. هو نفس النوع؟ لا نوع، دي نوع مختلف وده نوع مختلف. نوع كده ونوع كده. طيب في دواء اسمه كونكور مثلا، لان بتوع احنا دايما نحب نديه مع القلب. ايوه هو عليه رسمه القلب. هي شكل القلب. الله يبارك فيك. 5 مللي ولا كام؟ لا ده اكتر يا دكتور، مش عارف اكتر من 5 مللي. ولا كونكور بلس؟ هو ده اللي انت قلت عليه ده اخير ده. طب الثاني اسمه ايه؟ والله انا مش عارف اسمه يا دكتور، معلش. لان انا طيب خلي الكونكور الخمسة ده، هو الكونكور مش حلو للكلى قوي لكن هينزل الضغط بسرعه. خلي الخمسة خليها 10. واخد بالك ازاي؟ لازم ضغطك ما يزيدش عن 130 على 90، ما يزيدش، المفروض يقل عن كده. مفهوم؟ الضغط خطير يعني، خد انت زود. أيوة ونشوف ان شاء الله. تمام شكرا على الاتصال. ناخد الاستاذ محمد. السلام عليكم. ومكرم محمد ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. الدكتور سامعك يا أستاذ محمد، تفضل. يا دكتور. نعم يا فندم. لو سمحت يا دكتور، أنا اتصلت بحضرتك من شوية، النغزة عندي الناحية اليمين مش الناحية الشمال. لا يبقى دي بعيد عن القلب يا ابني. الناحية اليمين عندي. طيب.
طيب فانا مش عارف اعمل ايه صراحه يعني. لا بس عملني هبوط جامد في جسمي. لا بس انت بتقول اما بتمشي بتزيد او اما بتصلي بتزيد اما بتطلع سلم بتزيد، ده صح؟ معلش دي خطا مني يا دكتور. طب هو ايه الخطا؟ ان انت قلت يمين بدل الشمال يعني؟ يا استاذ محمد وطي التلفزيون بس وابعد عنه بس. وطي التلفزيون يا فتحي. قول يلا محمد بس على يهمك. سنك كم سنه يا ابو حميد؟ سنك كم سنه؟ 58 سنه. طيب حضرتك بتشتغل ايه؟ نعم شغلك مكتبي ولا بتشتغل؟ شغال في شركه النصر للكيماويات الدوائيه عامل. يعني بتطلع وبتنزل والكلام ده كله. اه اما بتطلع السلم الألم بيجي؟ بتعب جامد قوي يا دكتور، بتعب جامد قوي. نهجان ولا ألم في المكان اللي أنت بتقول عليه؟ ألم في المكان وبحس بمود إن أنا أقعد أشرب شوية طرف سكر. لا اعمل اللي أنا قلت لك، اعمل اللي أنا قلت لك عليه. رسم قلب ورسم قلب بالمجهود ويعمل لك يعملوا لك أشعة تلفزيون على القلب. اسمع كلامي. ألف سلامة عليك. ماشي، شكرا شكرا أستاذ محمد. ناخد الأستاذ عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. انا كنت اتصلت بحضرتك اخر سؤال في الحلقه اللي فاتت. اتفضل. اللي هو ايه بفكرنا بقى؟ وقلت لي بعد اسبوع تكلمني. انا عندي ضغط وسكر بقالي 25 سنه. ايوه. وباخد ايزابريل وباخد كونكور 5. ومريض قلب، عندي مركب دعامتين وعندي شريانين رفيعين، قالوا ما ينفعش في سنك ده ان انت تعمل عمليه حاليا. طيب. طبعا وزني كان 85. طولي 165. مشكلتي دلوقتي ان انا يعني التهابات على طول في المسالك وصديد، ورحت البطنه ورحت المسالك. دلوقتي قال لي بتاع البطنه قال لي نظم السكر وعمل لي جدول. برافو. ساعه ما اتصلت بحضرتك كان 236، امبارح قسته لقيته 151. طيب. بعد الاكل بساعتين. طيب. والدكتور قال لي تاخد 30 الصبح انسولين و20 بالليل. اوكي. وعملت انا تحليل النهارده، قال لي تعمل تحليل بول وتجيبه. لقيته كله سليم ما عدا الصديد، لقيت من 60 ل 65. كتير قوي. وسكر في البول مفيش. عظيم. وكله ولا املاح ولا اي حاجه. مشكلتي هي التبول والسكر دلوقتي يعني مظبوط وماشي على الانسولين كويس وماشي على يعني اكل غذائي، انا ما بزودش برضو نشويات. طيب زود كتيرة. خلاص انا فهمت. انت دلوقتي لو كان الدكتور كتب لك مضاد حيوي ما تستعملوش واعمل لنا مزرعه بول، وقلت لك اظن المره اللي فاتت انا افتكرت حاجه زي كده، ان انت بتروح المعمل يديك هو اسمها ايه الاناء ده اللي بتحط فيه كونتينر يعني حاجه كده زي علبه مقفوله معقمه، وتقوم الصبح من البول، الصبح المركون طول الليل، تخش الحمام تجيب نص البول في الحمام، وبعدين في النص تروح واخد كميه وتقفل الغطا وتكمل الباقي في الحمام. الدكتور المفروض بتاع التحليل يفهمك الكلام ده ويعمل مزرعه وحساسيه للبول، وانا تضيف للسكر اللي عندك ده دواء اسمه سيدوفاج رخيص وكويس، هناخد 1000 مللي جرام قبل اللي هو 1 جرام يعني، وقبل العشاء كل يوم حبايه الى جانب الانسولين. وبعدين لما يطلع المزرعه تمشي على العلاج الان المضاد الحيوي اللي طالع طبعا المزرعه لمده 10 ايام دون انقطاع. الف سلامه عليك. شكرا شكرا استاذ عبد الله. للاسف ناخد اخر اتصال. طيب ماشي. السلام عليكم. عوضنا على الله. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا دكتور. اتفضل. والله يا دكتور انا بصراحه في ثلاث حاجات كانت تعبيني في الجسم. بسمعك. الو. قول يا فندم. بسمعك. سامعينك. ما معايا طبعا في الم طبعا اسفل الظهر يعني من مده سنه من اسفل الظهر تمام. فطبعا كشفت عند الدكتور والثاني والثالث قالوا لي دي فقره ايه ضغط الاخرانيه. مش فاهم ولا كلمه. طب يعني ممكن بس تتكلم بهدوء شويه بس. عندك ألم أسفل الظهر واحد تمام، فعامل ألم شديد في ألم شديد في السمانة تحت الرجل. لا استنى، ألم في الظهر بيسمع في السمانة تحت صح؟ في السمانة اللي تحت الفخد على طول، من ورا ومن قدام، من ورا ومن قدام. لا استنى، بالراحة عليا. فأخذت ادوني مسكنات ما نفعش.
استنى يا والدي، انت حضرتك الالم دلوقتي موجود في ظهر الرجل ووشها كمان، يعني الفخذ من الامام حاليا موجود مش من ورا الظهر بس، هي بيقولوا لي دي فقره في الظهر اساسا. يعني انت عندك الم في القصبه ومن ورا القصبه في من قدامه من ورا، اللي هي تحت الفخذ على طول في سمانه كده فوق الركبه دي. ايوه في من ورا ومن قدام. اوكي يعني قصده فوق الربه يا دكتور. لا فوق الربه ولا تحت الربه؟ ها تحت الربه ولا فوق الربه؟ فوق الربه يا فندم. فوق الربه فوق الركبه من ورا ومن قدام. الف سلامه. طيب. الفخذ يعني هو اللي تعبان. لا لا هو الحته دي اللي تعبان ما خليش انام ومنمر يعني كده حاسه ما قعداتش ما مشي على يدي. انت عندك سكر ولا ما عندكش؟ طيب لا عندي ضغط ماشي عليه لي شهرين بس مشوري دكتور الباطنه. حللت سكر ولا ما حللتش؟ ما عنديش سكر. حللت سكر ولا ما حللتش؟ حللت ما عنديش. طلع كام؟ السكر طلع كام؟ هو انا شفتوش، هو قال لي ما عندكش سكر. اخر التحليل ده كان من امتى؟ ده كان بالضبط من 5 شهور. طيب هو الالم ده انا مش قادر اوصل له لان الحقيقه انا مش قادر اسمعك كويس. طب خلاص شكرا الدكتور هيرد عليك. يعني انا مش قادر اسمعه كويس يا استاذ اسامه. طيب هو ياخد مثلا حاجه زي فولترين او ياخد دواء بروفين 200 ملي جرام حباية كل يوم بعد الغداء لمدة أسبوع، الألم ده المفروض يروح. لو ما راحش هنطلب بقى نعمل أشعة على العمود الفقري، المنطقة الفقرات القطنية تمام والبلوى العجزية. تمام نختم بآخر نص دقيقة. آخر نص دقيقة إن هو في أحد المتصلين الحقيقة قال وأنا زعلان قوي من العلاج اللي بياخده، اللي هو عنده قصور في وظائف الكلى والكرياتينين طالع 3 وماشي على حبوب. ده ما نحبهاش أبدا. اول ما الكلى توصل الكرياتينين 1.5 أو 2 انا مدرستي ان انا ادي انسولين على طول. وهو حتى كان هو بيتكلم كان خاسس في الوزن وكده وعنده ورم والكلام ده كله. الكلى اللي المغذي ليها الانسولين كبد تعبان كلى تعبانه كده، الانسولين احسن حاجه ليها. الحبوب بترهق الاجهزه دي بعد كده. تمام تمام تمام. شكرا, شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه برنامج كونسلت وتيلي ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمتابعه، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه شمس. والى اللقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.